قالت العفو الدولية أن خطوات الرئيس قيس سعيد الرامية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الهيئة الرقابية القضائية المستقلة والتي أنشئت بعد الثورة التونسية في عام 2011 لحماية القضاء من تأثير الحكومة، إنما يشكل تهديداً خطيراً لاستقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد. مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية تنص على أن تكفل الدولة استقلال القضاء، وكما ينص عليه أيضاً دستور تونس وقوانينها، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات أن تحترم استقلال القضاء ومراعاته حسب المنظمة الدولية. معي للحديث حول هذا الموضوع الناشطة الحقوقية التونسية ونائبة رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان فاطمة كمون. أهلا بك سيد فاطمة كمون. الآن وقد أصبح المجلس الأعلى للقضاء التونسي في خبر كان، وقام سعيد بتنصيب مجلس أعلى مؤقت للقضاء، إلى أي مدى يؤثر ذلك على استقلال القضاء التونسي وحقوق المحاكمة العادلة في تونس؟ كل يوم تتأكد نكستنا في المسار الديمقراطي وفي الانتكاسة الشديدة لحقوق الإنسان، وهذا ما ينافي يعني تصريحات الرئيس سعيد عندما قال خوف على الحريات بعد اليوم وأنه غير معني بالقضاء، وكل تلك الكلمات التي يقولها ثم بعد ساعات قليلة نراه يتراجع عنها بقبضة أمنية محكمة وبانتهاكات صارخة كل يوم يعني تتأكد. حتى الحصن الوحيد الذي كنا نلجأ إليه عندما كان القضاة يقولون أن هذا الملف خاون من كل المؤيدات، يعني مثلا اليوم ما يحصل الآن حاليا في بنزرت من منع عائلة النائب البحيري من زيارته، كذلك اختطاف مدون محمد بن حمزة، كان وقع قبل ذلك كل هذه الممارسات، وكان القضاء يقول كلمته حتى يعني يرد على كل هذه الانتهاكات. اليوم وهو يعين موالين إليه، أو بمعنى أصح موالين لنظام بن علي، حيث أن هذا المجلس المؤقت حسب يعني الخارطة التي أعدها أعلم بها الشعب التونسي عودة قضاة بن علي، حيث أنه أقر وجود 4 قضاة متقاعدين وزمنيا نحسبهم هم قضاة الإملاءات الذين كانوا يصدرون الأحكام من قرطاج وليس من باب بنات، أي مقر المحاكم في تونس. ولكن سيدة فاطمة، ألا يخالف ذلك حتى دستور تونس وقوانينها قبل أن يخالف مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية؟ هو أغلق الدستور التونسي، قيس سعيد أغلقه تماما، يعني تصريحه أنه ما زال ضمن الدستور يعني دحضه بقراراته العشوائية من منع التجمهر، من يعني إخضاع اللجنة العلمية لهوائه، لتدخله في السلطة التشريعية، لتعليق العمل البرلماني. الآن الأخطر أنه أصبح يتحكم في الصورة الثلاث، يعني هو الرئيس وهو المشرع وهو القاضي وهو كل شيء، عندما يعني المحاكمات العسكرية هي منافية لحقوق الإنسان، هي منافية للدستور، هي منافية يعني للمنظمات الدولية يعني الهيئات الدولية التي والقرارات التي أمضت عليها تونس، هو منافي حتى لالتزامات تونس الدولية. يعني حقيقة قبل أن تتكلم المفوضية السامية، نحن أمام يعني عودة ديكتاتورية بأكثر قوة نتيجة لصراع إيديولوجي تعمق كثيرا خلال العشرية الفارطة، حتى أصبح المصفقين والمطبلين له هم اليسار الذين لا يمثلون، أو بعض أغلب القوميين الذين لا يمثلون وجود فعلي وقوي على الساحة الوطنية في تونس، يعني يريدون التموقع. قبل تاجروا بالدماء والآن يتاجرون بقرارات وبمراسيم تنتهك حقوق الإنسان. ما خطورة ذلك على حقوق الإنسان؟ يعني هذا التمشي في تعيين مجلس قضاء أعلى مؤقت، كيف سينعكس مباشرة على ملفات حقوق الإنسان؟ أكيد، لأنها ستكون قضاء الإملاءات، يعني هذا القضاء سيكون موالياً ولا يهمه لا مصلحة المواطن ولا مصلحة القضاة. يعني عندما يقول أنه لا يتدخل ثم يقول يحق لرئيس الدولة أن يلغي تعيين لا يناسبه وهو الأخطر، يعني حقيقة حل مجلس القضاء لم يكن بغاية تطهيره أو تنظيفه بقدر ما هو تصفية حسابات نتيجة نقل زوجته إلى مدينة صفاقس
عندما صارت عملية النقل، يعني يريد حتى أن يتحكم في نقل القضاة وهو الأخطر. يعني القضاة يقولون مصلحتهم ستصبح هي الحافز للبقاء في المدن الكبرى خوفا من نقلهم إلى أماكن لا يتماشى مع وضعية أسرهم، فبالتالي يكونوا يعني ضيعين، يكونوا يقبلون الإملاءات التي تأتي من قرطاج. هذا هو الأخطر، يعني القضاة الذين ينتظرون ماذا يقال لهم وليس ما يوجد في الملف، وليس ما يهم القانون، وليس ما يهم المصلحة العليا للبلاد. هل يمكن ناخذ ذلك؟ هل قانونيا إجراءات قانونية هل يمكن أن تحول دون استمرار قيس سعيد في هذا الاتجاه، أي اتجاه الهيمنة على القضاء؟ هذا ما يسعى إليه بعض القضاة الشرفاء والذين هددهم بالإقالة. يعني اليوم أقرأ لي القاضي عفيف الجعيدي ما كتبه، أنه هذا منافيا، ودعوة القضاة الشبان، يعني جمعية القضاة الشبان ليتجمعوا كل القضاة للمصلحة العليا للبلاد. يعني ربما هذا التحرك يعني ومضة أمل تنجو بها يعني المصلحة القضائية. ولكن مثلا موقف عميد المحامين المخجل فعلا، رغم أنه أقصى كل المحامين طمعا في أن يكون كما قال، أن يكون هو الذي يمثل المحامين داخل المجلس، هو أكد أن ليس للرئيس قيس سعيد أي صاحب أو أي يعني موالي إلا مصلحته وما يمكنه من أن يكون المسيطر الفعلي والمتحكم في كل مفاصل الدولة. هذا هو الذي نخشاه في المرحلة القادمة، وهو حقيقة لم يقم به بن علي. يعني هو في مرحلة أصعب الآن، نحن حيث أن بن علي كان له ديمقراطية شكلية أو استقلال شكلي، ولكن هذا لا يهمه كل ذلك، بل السيطرة والهيمنة على كل يعني نتمنى أن تكون هناك يقظة في نقابتي. بالأمس صدر بيان بين النقابة والجمعية والمرصد والمجلس الذي للأسف ستنتهي يعني مدته الدستورية في أكتوبر. هذا هو المؤسف، أنه اختار الزمن يعني الحرج لوضع مثل هذه يعني الإملاءات أو هذه المراسيم. شكرا لك. لم يكتفي بذلك، ولكن الآن توجه إلى الإعلام، وهذا ما يؤكد أن حقوق الإنسان الآن أصبحت بين كماشة للقضاء على كل نفس حقوقي وعلى كل نفس ثوري لنعيش كباقي الدول العربية انتكاسة في الحقوق والحريات. نحن على الأسف على خطى مصر التي أرادت أن تعيش تونس هذه النكبة وهذه يعني الردة المكتملة. شكرا لك فاطمة كمون، الناشطة الحقوقية ونائب رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان، كنت معي من تونس.